شنو المشكل عندك في الطريعه ديالك والدار عندك؟ هبطت لي الشركه تما 3 متر ملي بغيت نحبسهم قال لي ما تحبسناش راه غادي نصايبوا ليك. دابا ملي وليت كنمشي كنهضر معاهم كيبان لهم وساله وما بقات عندهم لا خدمه لا والو، ولا كيقول لي خاصك تعاد الرئيس ديال الجامعه. الرئيس ديال الجامعه قال لي ما يمكنش غنصايب ليك، انا ما كايناش ما عنديش امكانيات ديال باش غنصايب ليك انايا من عندي. ملي كنمشي عندهم هما تما نفس الطريقه، واحد كيلو حنا الواحد ما صايبوا لي حتى شي حاجه. دابا انا عندي ناس كبار، عندي عمتي مراه كبيره ما كتقدرش تهبط من تما، عندي الوالده نفس الطريقه، ممكن لي انا نهبط باقي بصحيح شي غادي نهبط، ناس اخرى ما كنهبطوش. كانوا بحال في نهار السوق كنجي غير خنشه داك حيت البلاصه اللي وريتيني انت الشتان هذيك راه واحد بصحيح ما يقدرش يدوز منها. الله يرحم الوالدين، كنجيب اخويا غير خنشه تاع النخاله ما كنلقاش اللي غادي يهبطها. الخطاب ما غايدوش هذيك الطريقه، هذيك الدار هذيك الدار كدير سلوم. كندير سلوم باش كنهبط. كاينين الجيران اخويا حدايا تما نفس الطريقه، والمشكل ثاني اخويا باش داروا الحجر من جهه الطريق باش ما تخسرش، ما داروش حجر من جهتين هذو الشركه. فهمتي باش ملي غيضرب الماء غيجي ديال المرحال نيشان هذيك. بعدا حنا كنطلبوا الشتاء باش كنرفعوا منا حنا والبهايم والشباب والجميع. دابا غنوليو نطلبوا الشتاء ما تصبش باش يلاه نبقوا حنا ساكنين في السلامه. واخا هذيك الدار اللي ساكن فيها انت شحال من عام وانت ساكن فيها؟ هذيك اخويا دابا انا 40 عام والناس ساكنين جدودي انا راه ضاربين. انا الوالد ديالي عاش معايا 65 عام ولا الطريق اللي حيدوا لي كان فيها كانت عندي الطريق، وكنت كنتمنى طريق تصوب باش تولي دخل منا الطوموبيل دخل منا كلشي الساعه وما زادوا كملوا مره. دابا ما دوش دابا منين كدوز انت يا وليداتك؟ خويا انا كندوز بالسلوم كذب عليك. واخا غير ما كنرضاش هما انا نقدر ما ندوش من تما كاع، نقدر نبات برا ولا الله اعلم كيفاش غندير. كندوز من قدام الجيران اخويا من تما كنيت غير جا ولاد عمي وحنا تما عائله ما غيحبسوكش. اما الا دزتي من قدام واحد اخر غادي يحبسك، ما يمكنش دوز من انا وليت كندوز من تما راه كنحشم. وحنا دابا راه بغينا ما خويا ما بغيناش يخلونا بحال ما كنا في هذيك الحاله، بغينا ما خويا يديروا لنا حل. رسالتك انت حتى اليوم من الساكنه شنو بغيتي تقول؟ شنو توصل الهضره ديالك؟ خويا الشركه دابا غتكمل غتمشي بحال هي تا ياك، واش ما خويا صابوا لي الطريق ديالي انايا؟ لا لا وهاد الحوايج اللي كنهضروا عليهم مثلا اخويا هاد الروضه راه ما يمكنش هنايا واحد غادي يدوز منا اخويا برجليه، وما يمكنش اخويا غادي يدوز يصلحوا فيها البهيم، ما يمكنش اخويا حنايا هنا تلفنا جدودنا وتلفنا الناس. الروضه اخويا راه عندها قانون ديالها سبيل الحيط ديالها ولا السلك ولا شو، المهم يدير لها شي حل ما خلاش بحال اخويا. واخا هضرتوا مع الجماعه، هضرتوا مع الجهات المعنيه المسؤولين؟ خويا سولينا على الرئيس ونسولنا على العربيه الرياضيه. تلاقات ليها خويا الناس الناس المنتخبين والسلطات وداك الشيء، الناس اللي كيجيو عندنا الايام ديال الانتخابات، هذاك الشهر ديال الانتخابات كيجي البرلماني كيجي رئيس الجماعه كيجيو اعضاء ديال هنا. ودابا حنا كنعانيو من هاد المشاكل كامله وما كاينش اللي كيجي يهضر معنا ولا يريح معنا. صرا كيقول لنا الشعب كيقول لي مشكل تا كيوقع كيوصل لهذاك الفصل ديال الانتخابات عاد كيبدا يبان راه شي زرده راه كذا انت صاحبي فلان كذا كيبدا تاني هذاك الشيء ديال كنطلبوا اخويا من كنطلبوا التغيير. هذا الشيء اللي كنطلبوا حيت مازال كاين الجهل هنا في البلاد بزاف كاين الجهل. عاود ذكرني بالمنطقه شنو سميتها؟ منطقه دوار سواكا ولاد بوزيري اقليم 16 جماعه بشرى بن عبدو. دابا انتم محسوبين على 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 المشرع ولا على بوزيري ولا جماعه بشرى بن عبدو؟ الجماعة ديال المشرع والقيادة ديال ولاد وزيري يعني جيتوا انتم في الوسط الحدود جينا في الوسط. هل هذا هو سبب التهميش ديالكم؟ بزاف ما خويا هادشي كيجي من الناس كي باقي الجهل باقي الجهل وباقي الناس ما واعياش. كيجي واحد فهمتي الناس المنتخبين ولا كيترسوا عليه كاين كينصب عليه بالجهد راه فهمتي انت صاحبي انت واخا انتم في الانتخابات ما كتفكرتوش يعني الشباب ديالكم انتم راه كاين الجهل اخويا كاين الجهل بزاف كاين الجهل الناس باقا ما قارياش وما واعياش. كاين ناس كبار هما اللي كيتحكموا في المنطقه اللي كيجي تشي بوس كيريح كيجلس ما بقاش يتقلع 30 عام 40 عام. راه كنعرف ناس كبار كلهم شي بوس ما كيتقلعش منهم لا حاسب لا راقي. رسالتكم كاين الجون كاين ناس قاريه كاين ناس واعيه وما كاينش اللي كيعطي فرصه فين فين. واخا عطيني رسالتك اخيره. ورساله خويا كان الجمعيه ديال الترونسبور نقل المدرسه ونتمنى خويا الصوت يوصل للمسؤولين اكيد غادي يوصل وما غيتنقص منه حتى شي حاجه المسؤولين ونتمنى التغيير من القدام ان شاء الله ان شاء الله. ونشكرك اخويا على المبادره. العفو. بالنسبه لنكمل لك الموضوع ديال محاربه الاميه ما تيجيش اللجنه ولا كذا تيعطوا الناس تيتراو تيقول لهم معلقوا صبورات في المنازل ديالهم ثلاثه اشهر مثلا شهر تيعطوهم 3000 درهم تيقسموه معاهم. بالنسبه للتعليم الاولي التعليم الاولي كاين هنايا مدارس اللي تيتعلموا تيخدموا غير اللي بغاو تيخدموا غير اللي بغاو هما شي واحد اللي بغاو هما يخدموه يخدموه. جيت كاين الدراري هنايا ما كلشي اجازات فيتين الباك كاين الدراري واعيين قاريين هنايا ما خدموش يخدموا غير البنات اول حاجه باش يقضوا المصالح ديالهم هما.
خرج الله. وبالنسبة للملعب القربة خويا عندنا ملعب واحد متنفس واحد ديالنا دوزو لنا فيه طريق. وعاودوا ثاني تحولنا للملعب اخر دوزو لنا فيه الطريق اخويا. هاد الناس اخويا واش ما تيعتبروناش حنا انسان ما نعرف. حقاش بزاف اخويا. سي عبد الرحمن تفضل الكلام. كنطلب من المسؤولين يسمعوا هذا النداء ديال الدراري يتواصلوا في هذا المكان. عندنا خويا الطريق عندنا المشاكل فيها. ناضوا لا جدودنا باش دوز الطريق وجودنا راه ماتوا عقبنا نضت حنايا هيا بغا دوز دابا حتى حاجه ماشي هذيك كوط ماشي هذيك كانت راه حتى هما ماشي هما هذوك حتى حاجه ما كاينه هي هذيك. عندنا المدرسه ما عندهاش تواليطات الابناء ديالنا كيخرجوا للمرحاض كيخرجوا على برا ما مامنينش على الاولاد ديالنا. عندنا سبيطار حتى هو بحال هكاك حتى هو مسؤولين ما كاينينش فيه. عندنا مره وحده اللي كتجي ديك وحده في السيمانه ما كدير لنا والو. هذه وحده اللي كتجي فرمليه ولا طبيب مريضه فرمليه ما عندها حتى شي حاجه ما عندهاش خبره كاع كتعطيها الفني ديال العمل الحمل صافي صافي. هذا هو الدور ديالها هذا هو الدور ديالها اللي دق اللي رمات العقرب ولا رمات العقرب كنعيطوا على لابيلانس ما كايناش كنبغوا ندوا في خطاب من الخطاب كيقول لك غيموت ليا غنمشي للحبس كنبقاو نطلبوا بزاف كيدير لينا شي واحد. هذا نداء المسؤولين المراه حامله باغا تولد ولا المشكله راه ملي لابيلانس ما كاينهش ولد تعيط القابله ولا ولد عمك ولا ولد خالتك واحد الطوموبيل طربي حتى شي واحد براني ما غيبغيش يديها لك يقول لك لما تاتي ولا بقى شي حاجه مشينا للحبس. طبيعة الحال هناك هذا المشكل كنعانيو هنا. لابيلانس خبري خاصها تكون لابيلانس خاصها تكون عندنا في البلاد. حنا اكبر دوار اكبر دوار عندنا هذا في المنطقه هو الدوار ما فيهش لابيلانس. كاينين دواور صغار عندهم لابيلانس. واخا لابيلانس عندكم بالنسبه لكم انتم واش بحال ما بعد ما تقرا لك يقول لكم انت تخلص؟ اه انت تخلص ضروري ضروري ماشي عندك شحال كتخلص؟ 100 درهم ديال المازور 100 درهم ديال الجماعه ديال الجماعه لابيلانس ديال الجماعه كتعطيو عليها انتم 100 درهم هذه لا شي على 100 درهم 150 درهم كان عندك الحال ما تجيكش في الوقت 100 درهم حتى 150 درهم في بعض اللحظات هذا كان عندك السارتي عندك ولا كنتي صاحب ولا كنتي صاحب منتخب ولا كذا راه لابيلانس ديك فابور وكنتي صاحب المنتخبين وكذا راه يديك ترونسبور فابور هي كتستهلك ديال المازور هذا هو اللي كيستهلك السالك هي 60 درهم تخلص 100 درهم حتى 50 درهم للسبيطار 16 وبالنسبه للمستوصف راه دوزوا الطريق وما خلوش لي الطريق هو دابا الطبيبه الا بغات تهبط غير تمايا طوموبيل جات بغات تدخل المستوصف ما كاينش من تدخل ما كاينش طوموبيل من تدخل جات لابيلانس بغات تدخل لي ما تدخلش وصور دوز تما تما وصور اخويا ولكن الكلمه واخا هاد المعاناه دابا ديال الطريق شحال انتم كتعانيو منها تقريبا كنعانيو منها تقريبا واحد سنوات نقول واحد 150 عام من نهار حنا حنا جدادنا عانوا ولا عانوا الطريق هادو خرجت وما دايزاش كان الرئيس بيوت وكاين بالنسبه للمنتخبين كاين بعض المنتخبين اخويا اللي 40 عام هو في الجماعه حتى حاجه ما شناش منه تيجي رئيس يمشي رئيس يجي هو يمشي رئيس يجي رئيس يمشي رئيس وديما هو عضو في هذه البلاد هذه وما شنا حتى حاجه ما دارينا حتى حاجه خويا سيرو صغير سيرو صغير وعاش انتم اللي صوتوا عليه انتم اللي حطيتوا ولكن كاينين والدينا هما اللي كيصوتوا على هذا السيد هذا استغلال العقول الضعيفه كاين استغلال العقول الضعيفه بزاف هنايا التعطير ما عندكمش هنا ما كاينش كاين حنا عندنا القهوه ياكل ضعيفه حنا هو حنا في وعاش الملك حنا تنعرفوا الملك هنا واحد محمد السادس الباقي غير الشفاء هادشي اللي عن وتنطالبوا اخويا التغيير شويه التغيير عاش الملك عاش الملك ملكنا واحد عاش الملك فيو عبد الرحيم القنطره القنطره كذابه والرمله ترابه والحديد الرقيقه الرمله ترابه والحديد الرقيقه والقنطره كذابه عاش الملك المسؤولين خاصهم يديروا لنا حل المقبره باش ما يبقاوش يسرح فوق الكسيبه وزائد حاجه وحده شوف جابوا لنا التراب فوق المقابر وخوهم لينا شفتوا باه الروضه ودري الصغار كيقروا هذا بالنسبه للبوطو البوطوات ما فيهمش الاناره كنكون ظلمه هنايا الناس خير وكاين دري صغار كيطلعوا فيه عندنا بزاف عندنا حنايا هنا الساكنه ديالنا الماء كيجي غير مره في الساعه ساعه ديال الماء كان خديتي منا الماء كان كنتي خارج من الدار في هذيك الساعه اذا بقيتي بلا ماء خاص تكون حاضر حتى 24 ساعه على 24 ساعه تتقلب في الروبيني حاضر الروبيني بدا خاص تكون واحد تحطي حدا الروبيني يبقى حاضر الروبيني يجي الماء ويولي تقطع كانوا بغا يحضروا الابيار كيف الابيار يحضروا الابيار كيف يكملوا علينا كذا كذا عندنا شلة خويا مشاكل هنا كلنا حنا مشاكل هنايا 40 عام وحنا كنطالبوا انا قبل ما نتزاد كنلقى الطالب طالبوا والدينا وحتى حاجه ما تحققت وحنا مازال كنطالبوا بغينا الناس المسؤولين بهذا الشيء يدخلوا بهذا الشيء ويديروا معنا شي حل والمدرسه 800 ديال المشار ما عندهاش طوالي هذا الشيء بزاف هذا الشيء اخويا والله العظيم كيأثر في القلب بزاف
هادشي بزاف. عيطنا الرئيس كنصونيو على الرئيس باش يدير يجي يواجهنا ويقول لنا شي كلمات باش يقنعنا باش على هادشي كيفاش. الرئيس الجماعة صونينا عليه من الصباح وحنا كنصونيو عليه ما كيجاوبش ما كيجاوبش. خاصو شي مسؤول كبر منه باش يجاوبو. عاد يقول لي نعم سيدي، اما حنا ما مستعرفش بينا، وفوق الانتخابات كيجيو يدقوا علينا في البيبان وعنقونا ويجلسوا معانا، وحد الشيء شرطنا حنا قبل الانتخابات، قلنا لهم باللي خاصنا طريق، باللي خاصنا صور الروضة، باللي خاصنا الماء، باللي خاصنا ترونسبور لولادنا والعائلة ديالنا، هذا الشيء طالبنا باللي خاصنا سبيطار يكون فيه طبيب رسمي، والفرملية تكون رسمية، هذا الشيء ما حتى حاجة ما حتى حاجة ما بانت منه، المطالب ديالنا خرجت لا شيء بحال ما طالبنا بحتى شي حاجه. هادشي ما كاين من حتى شي حاجه. عضو الجماعي ديالكم هنا اي كاين كاينين ثلاثه الاعضاء تحديهم هضرتهم هضرتهم حتى واخا تهضر مع شنو غيكون غيقول لك غيكون خير ان شاء الله من نهار من نهار عقلنا وحنا ان شاء الله غيكون خير والخير ما شفناش منهم اليومي هذا اليومي هذا بزاف ثلاثه الاعضاء ما عمرنا ديما احنا ثلاثه الاعضاء عدا الرئيس عدا الرئيس والمطالب زيرو والو المطالب ما عمرنا احنا شفنا شي حاجه. المطالب ديال الترونسبور هادشي راه عموميه الضو اللي داخل الدوار على العموم ما كاينش شي حاجه احنا بالنسبه لينا خرجوا لينا حنايا خرجوا لينا بالنسبه وهاد الطريق راه مخرجها الدوله وكالوا منا هما كالوها طريق اخر ما كالوها ما خدموش خدمه مغشوشه خير الرمله راه كيما قلت لك الرمله تراب والحديد رقيقه والقنطره تحت الارض ما داروش فوق الارض الارض اخرى يصور الارض راه تحت القنطره تحت الارض راه ديالي راه دوز الكاميرا راه القنطره تحت الارض شخصيا مع المنتخب ديالنا المرشح قلت لي فيما يخص المقبره خاصنا صور المقبره عطيت قال لي المقبره غير تابعه لجامعه المشرف العام وانا ما قدرتش يعني نتجادل معاه عمي قال لي ديك الكلمه ما بغيتش نتجادل معاه علاش؟ لقيت انا قاري وعارف القانون شناهو عارف التصريح الاخير اللي قالوا احمد توفيق الوزير ديال الشؤون ديال وزير الاوقاف وزير الاوقاف بانه صرح مؤخرا بان المقبره خاصه الملتزمات ديالها تابعه للجماعه تات فوت 40 عام هذه يمكن ليها تمشي للاوقاف وزاره الاوقاف هذا فيما يخص التدخل ديالها بالنسبه للجمعيه ديال الترونسبور قلت لي دخلوا 3 مليون وما تيخلصوا هذاك المازون فيما يخص النقل المدرسي تنعاليو هنا من النقل المدرسي الناس كاين 310 ديال التلاميذ اللي تيقراو هنا في شحال 310 ديال التلاميذ تيشدوا تيتخلصوا فيهم تشدوا فيهم 3 مليون تقريبا 3 مليون تيقول لك اخويا 3 مليون تمشي في المازوط وشايفوا واش هما اخويا تيديروا لنا الفيول فيور ولا ما ديرش الثمن ما يضربوش 3 مليون من هنا الخميس كاين 7 كولوميط ومن من المشرع 7 14 يضربوا 3 مليون وبالنسبه للكتيط هذا اخويا كاين بزاف 70 واحد 80 واحد وكاين بالنسبه للشيافر ديال الترونسبورات تيتخلص مع الدري فيه ما تخلصتيش نزلك من ترونسبور ما عندوش مقر خاص مؤطرين في المقر ديال الجمعيه فين نخلصوا ليهم خلصوا ليهم بعدا تما تخلصتي تعرف راسك خلصتي خدتي الجمعيه ما عندهاش مقر ديالها الجمعيه ما عندهاش مقر ما عرفتش المقر ديالها فين كاين تسولوا على المقر ما تعرفوش شنو جمعيه وحده فيها 10 جمعيات مقر واحد دير فيه 10 جمعيات محاربه الاميه خويا فلوس الناس تخلص هنايا بزاف ديال الفلوس زيرو محاربه الاميه نتحداهم انا يعطوني شي واحد يحاربوا الاميه يعطوا لي يقول لي ما كانش يعرف ولا يشرب عقرب الناس ولا